الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم الأنباء من بي بي سي، أهلا بكم. قالت الهيئة العامة للثورة السورية أن 7 أشخاص قتلوا في أماكن متفرقة في سوريا اليوم. كما قال الناشطون أن قوات الجيش السوري قصفت عدة أحياء من مدينة حمص القديمة، وخصوصا حي الخالدية الذي سقطت عدة قذائف هون على بعض منازله. كما تعرضت القصير التابعة لحمص إلى إطلاق نار من رشاشات ثقيلة وقذائف هون، وأصيب 5 مواطنين بجراح. وفي حي المز في دمشق اندلع قتال عنيف فجر الاثنين بين مقاتلي الجيش السوري الحر وقوات أمن نظامية، وسمعت طلقات أسلحة نارية ودوي انفجارات في الحي الذي تنتشر فيه قوات الأمن بشكل مكثف لتأمين المقار الحكومية والسفارات. وقامت قوات الشرطة السورية بإغلاق المداخل والمخارج المؤدية إلى موقع الاشتباكات. كما تواردت أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي عن الحي الذي شهد احتجاجات مناوئة للحكومة الشهر الماضي. سياسيا، وصلت إلى دمشق اللجنة الفنية لمبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان لإجراء مباحثات تتعلق بمقترحات قدمها المبعوث الأممي والرد السوري عليها. وستلتقي اللجنة نائب وزير الخارجية فيصل مقداد. في هذه الأثناء أفاد مراسلنا في دمشق بأن بعثة تقييم مشتركة من منظمة التعاون الإسلامي مع الأمم المتحدة بدأت منذ يوم الجمعة في تقييم احتياجات المدنيين للمساعدات الإنسانية. وفي شأن سوري متصل، التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جايكوب كليمبرغر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتباحث حول تقييم الوضع الإنساني في سوريا. وعرب كليمبرغر عن قلقه من احتمال تدهور الأوضاع الإنسانية هناك. تقديراتنا هي أن الوضع في طريقه لمزيد من التدهور، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري هما الجهتان الوحيدتان اللتان تعملان في الميدان. وأود أن أطلع وزير الخارجية الروسي على الوضع الإنساني في سوريا وعلى الإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها في مجال المساعدات الإنسانية هناك. قتل مسلح 4 أشخاص أمام مدرسة يهودية في مدينة تولوز الفرنسية، ويعتقد أن 3 من الضحايا هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 23 سنوات. وقد تمكن المسلح القاتل الذي كان يقود دراجة نارية سوداء اللون من الهرب. وهذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع ينفذ مسلح بهذه المواصفات اعتداءات في المنطقة. فقد قتل 3 جنود جميعهم من أصول شمال أفريقية في هجومين منفصلين. انتقدت منظمة العفو الدولية حلف شمال الأطلسي ناتو لعدم قيامه بالتحقيق في مقتل أكثر من 50 مدنيا خلال حملة القصف التي شنها الحلف على ليبيا العام الماضي. وقالت المنظمة في التقرير الذي نشر بعد مرور عام على بداية العمليات الجوية في ليبيا إن الضربات الجوية المدعومة من مجلس الأمن الدولي كان الهدف منها حماية المدنيين من قوات العقيد معمر القذافي. في شهر مارس آذار من العام الماضي كانت دبابات القذافي تقف على مشارف مدينة بنغازي وعلى وشك سحق الانتفاضة ضده، وسرعان ما بدأت حملة حلف شمال الأطلسي الناتو العسكرية في ليبيا، والتي جاءت بتفويض من مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين، إلا أن هناك من اتهمها بالتحول إلى سلاح جوي للمقاتلين ضد نظام العقيد الليبي الراحل. ونفذت آلاف الطلعات الجوية التي دمرت القوة الدفاعية لجيش القذافي ومكنت مقاتلي المعارضة من دخول طرابلس. وبعد عام من التحقيقات حملت منظمة العفو الدولية ضربات الناتو المسؤولية عن مقتل 55 شخصا من بينهم أطفال ونساء. كما انتقدت المنظمة الحلفة لعدم قيامه بالتحقيق في الأمر. الليبيون عموما يقيمون الحملة العسكرية للناتو على أنها نجاح كبير، خاصة وأنها حمت آلاف الليبيين من قصف قوات القذافي. إلا أن الليبيين ما زالوا منقسمين على أنفسهم بين مؤيد لليبيا الاتحادية أو ليبيا موحدة، وما زالت الأسلحة منتشرة بكثرة، ولا أحد يعلم مصير 8000 شخص من الطرفين ما زالوا في عداد المفقودين. قضى 10000 من الأقباط ليلة ثانية أمام كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة، حيث يسجى جثمان البابا شنودة الثالث الذي وفته المنية يوم السبت الماضي. وقد أغلقت أبواب الكاتدرائية بسبب الازدحام الشديد على إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البابا شنودة الثالث. وسجي جثمان البابا في كرسيه البابوي في الكنيسة، حيث سيبقى هناك إلى أن تبدأ مراسم التشييع غدا الثلاثاء.
شارك العشرات من الفلسطينيين في تظاهرات غاضبة أمام معبر رفح الحدودي على الحدود المصرية مع قطاع غزة، مطالبين مصر بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة الكهرباء والوقود التي تعصف بسكان القطاع منذ أكثر من شهرين. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل جهاز المخابرات العامة المصرية المسؤولية عن تعطيل تنفيذ اتفاق إمداد غزة بالوقود المصري. نهاية هذا الموجز، أترككم الآن لمشاهدة حلقة جديدة من برنامج نقطة حوار عن التحديات التي تواجه الكنيسة القبطية في مصر بعد وفاة البابا شنودة الثالث. هذه الحلقة اليوم من تقديم الزميلة رشا قنديل. متابعة ممتعة، ومشاركاتكم نتلقاها عبر جميع الوسائط، راديو، تلفزيون وإنترنت. إلى اللقاء. أهلا بكم. ما هي التحديات التي تواجه الكنيسة القبطية بعد رحيل البابا شنودة راعي الكنيسة الأرثوذكسية في مصر في الإسكندرية والكرازة المرقوسية؟ ما الذي سيواجه الأقباط وما الذي ينتظرونه من البابا الجديد؟ هذا ما نطرحه اليوم في حلقة نقطة حوار، وسيتابع حواركم إلكترونيا زميلي محمود القصاص. محمود، رشا، رحيل بابا شنودة يأتي في وقت تشهد فيه مصر تغييرات واسعة، مثل ظهور أحزاب إسلامية جديدة، صعود تيارات شبابية إلى الساحة بعد الثورة، محاولة صياغة دستور جديد لمصر. كل هذا يتطلب بالضبط بالطبع يعني أسلوب مختلف من البابا في التعامل مع هذه الملفات. كيف يمكن للبابا مواجهة كل هذه الملفات؟ هذا ما سنتعرف عليه لاحقا من خلال إجابات قرائنا. أيضا سنقدم نتيجة سؤال طرحناه للاستفتاء، وهو هل تتغير مواقف الكنيسة السياسية والاجتماعية بعد رحيل البابا شنودة؟ شاركوا. إليك رشا. شكرا لك محمود، تابعونا بعد قليل. أهلا وسهلا. تحديات أمام بابا الكنيسة القبطية الجديد أيا من كان في مصر بعد رحيل البابا شنودة. هذا الرجل الذي غير دور الكنيسة القبطية وصورتها النمطية في مصر خرج عن إطار دور الراعي الديني ليكون للكنيسة ثقل في الحياة السياسية على مدى أكثر من 40 عاما. رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجديد الذي يشكل أتباعها أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط قد يختار كسلفه تجاوز دوره الديني إلى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ولكن من هو هذا الرجل؟ هذه أولى التحديات أمام الكنيسة. مصر بخارطتها السياسية الحالية هي بلد بلا رئيس، الأحزاب ذات الفكر الإسلامي تهيمن على برلمانها المنتخب حديثا على أبواب انتخابات رئاسية، كتابة دستور جديد، قد تلعب الأحزاب الإسلامية دورا رئيسيا في كتابته. الكنيسة في مواجهة مع الأقباط المعارضين لما يرون أنه احتكار لصوت الأقباط من جانب الكنيسة وقمع الأصوات المخالفة. كيف سيواجه البابا الجديد لكنيسة الإسكندرية هذه التحديات، وهل من تحديات أخرى؟ أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة، أنا رشا قنديل. أنتظر مشاركاتكم عبر ما تختارون من طرق عدة، الرسائل النصية، SMS، بالهواتف النقالة بكاميراتها، كاميرات الإنترنت، الويب كام، شاركوني صوتا وصورة، وعلى تويتر وفيسبوك وجوجل بلس. أرقام الاتصال الهاتفي هي 0044-2077-650-211، ولإرسال رسالة نصية 0044-793-4-0407. بدايتنا رؤيتكم أنتم، مشاركة مصورة من حسني رجب من الإسكندرية، دعونا نرى. بعد رحيل البابا شنودة الثالث ستبقى التحديات التي تواجه الكنيسة المرقسية على حالها، سواء السياسية المتعلقة بضعف التمثيل المسيحي في مراكز صنع القرار وفي المجالس النيابية والمناصب الرفيعة في أجهزة الدولة التنفيذية، وكذلك التحديات الدينية المتعلقة بالقيود على بناء الكنائس وترميمها وأخطرها العنف المتصاعد ضد المسيحيين على يد جماعات دينية تتلقى أفكارها وتمويلها من خارج مصر. ولا بد للكنيسة في مواجهتها لهذه التحديات أن تتأسى بأسلوب البابا شنودة الناجح الذي حد من تفاقم هذه التحديات ومنعها من المساس بالوحدة الوطنية، وهو التمسك بأسلوب المواجهة السلمية وإدراك الصائب بأن الإقصاء والتهميش معاناة أصابت كل المصريين، ولم يسمح لكل هذه المشاكل وحلولها أيضا أن تخرج عن حدود مصر، الوطن الواحد للمصريين مسلمين ومسيحيين.
دور البابا، بالتالي شخصية البابا في مصر، هذا ما سأبدأ منه الحوار معكم عادل ومايكل وفؤاد وأنور. أهلا وسهلا بكم جميعا. عادل، بداية عادل بشارة من القاهرة. عادل، شخصية البابا شنودة كانت شخصية فريدة يعني بمن يختلف أو يتفق معها. هل يمكن تكرار هذه الشخصية في مصر في الجو الحاصل حاليا، جو سياسي الحاصل حاليا؟ في الحقيقة يعني أنا مش متفق مع شخصية البابا شنودة، أختلف مع البابا شنودة في نقاط كثيرة، أهمها إن هو كان له هدف، كان مهاجم للسلطة بشكل واضح ومعلن، وكان مع ملف التوريث، وكان مع الحزب الوطني الديمقراطي إن هو أفسد الحياة السياسية في مصر. ولم يحارب، مش هنقول انه حارب، ولم يطالب بحقوق الاقباط الذين هم مشوا بشكل مستمر ودائم ومنهجي. عادل، إذا أنت ترى في شخصية البابا شنودة جانب من الانتقاد أنت كنت تنتقده، ما الذي تأمله إذا من البابا الجديد في مصر راعي الكنيسة القبطية؟ والله أنا يعني أتمنى إن البابا الجديد اللي يمسك إن هو يعني يجيب حق الأقباط. إحنا ما بنقولش مواجهات وموهمات، ويعني الموضوع مش تصادمي، الموضوع ببساطة إن إحنا لينا حقوق في هذا البلد. إحنا مصريين يعني موجودين في مصر من مئات السنين، فما ينفعش ان احنا نعامل على ان احنا ضيوف لدى الاخر. طيب انت اذا تريد موقفا سياسيا معمشين في الحياه السياسيه. طيب أنا فهمت عادل وفهمت وجهة خلافك مع الباب الراحل بابا شنودة في هذه الجزئية. أنور سدرة من القاهرة، أنور هل تتفق مع ما قال عادل الآن؟ هل كانت لك ذات الخلافات أو ذات يعني أوجه الاختلاف مع البابا شنودة، بالتالي تريد للبابا الجديد أن يتخطى هذه النقاط؟ أولا اقحام الكنيسة في السياسة ده مش مقاطع جدا. المفروض السياسي ده بيجي، السياسي ممكن يجي، أما البابا يجي أو الكنيسة تجي فيه تبقى كارثة إذا كده يعني. أولا كل من البابا يقحم الكنيسة ويقدم الأبية الفلسطينية وتكاتفنا هم بالنظرة العربية عمال على بطالي، ولا يقين مره واحده ان لما الناس تبقى تعيش على الاقل في اليهود ما في بره اجانب الكنيسه وعمليه ارهابيه واحده عملوها العرب. ده متبني اصيلا من جنه واحده، مش ينفع. يعني هو كانت له مواقف سياسية، أنور هو كانت له مواقف سياسية، كانت له مواقف سياسية، كانت علاقته مثلا بالرئيس عبد الناصر علاقة جيدة على اعتبار أنه جاء تقريبا بعد أن انتهى عهد عبد الناصر، لكن بدأ الصدام منذ عهد السادات. أنت تريد من البابا الجديد إذن أن يتخطى التدخل السياسي، ألا يتدخل سياسيا وأن يكتفي بكونه راعي الأقباط في مصر دينيا؟ يعني المسيح بيقول له كده، مش انا، المسيح بيقول له اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وبعدين منعنا من زياره القدس ليه؟ البابا شنودة منعنا من زياره القدس متبنى القضيه العربيه، ليه منعنا من زياره القدس؟ ما هو الفلسطينيين اللي هم جوه اسرائيل بيروحوا مكه، اليهود ما راحوش، ليه احنا يمنعونا؟ نعم. أنور، أنت كقبطي وتعيش في مصر، هل شعرت بأن الكنيسة هي الممثل الوحيد لك سياسيا واجتماعيا؟ يعني هي التي تتحدث باسمك وليس هناك من متحدث آخر، نواب برلمانيون مثلا أو أحزاب سياسية؟ لا بالعكس، انا الكنيسه ده انا عارفه الكنيسه بحد باسمي. انا ليا رئيس جمهوريه، حتى اذا غلط انا بعرف اقيمه ازاي، حتى اذا ادنى بعيد غيره، اما الكنيسه انا فاهمها ازاي؟ لان ده قضيه بالروح، ما اقدرش حتى انتقده، ممنوع حتى احنا ننتقد البابا على فكره يعني. ده احنا كده بالنسبه للكنيسه انا كده عاطي ان انا بنتقد البابا. انا ممنوع انتقده. ممنوع تنتقد البابا، واذا انتقدته تعتبر عاصي. انا مفهوم المسيح او اصحاب طيب. النبي دلوقتي يعتبروني انا خارج عن النص. نعم. انور، دعنا نستمع الى وجهه نظر عادل، دعني اعود الى عادل مجددا. عادل بشاره، عادل هل توافق على ما قال انور فيما يتعلق بهذه القضيه، قضيه ان ينفصل الدين المسيحي عن الدوله في مصر والا تكون الكنيسه متحدثا سياسيا باسم الاقباط؟ والله انا يعني طبعا الدور الاساسي للكنيسه هو الدور الديني الـ يعني فيما يخص الدين.
وإن أرادت الكنيسة أن يكون لها دورا سياسيا فيكون وهيك لا يكون عن حساب الدور الديني. ما فيش ما يمنع أن الكنيسة يكون لها موقف سياسي يوحد عنصري الأمة زي ما بيقولوا. أنت قلت أن من أسباب خلافك مع البابا شنودة عدوان خارجي أو كده، ولكن عادل بس لحظة عادل، أنت قلت أن أحد أسباب خلافك فكريا مع البابا شنودة كانت أنه لم يتمكن من حماية الأقباط بشكل سليم، هذا تدخل سياسي كي يحميهم ينبغي أن يدخل أحيانا في صدام مع الدولة. لا حضرتك، لا ده مش سياسة، احنا ما بنتكلمش يعني هو مين اللي يجيب لي حقي؟ معلش أنا كمواطن مسيحي عايز مكان فرد مش لاقي، عايز أتعين في مكان مش لاقي، عين ما ينفعش، لدي مشكله في الاستماع اليك عادل. تفضل. يعني مين اللي يتكلم بهيتي في الحاله دي؟ ليس نائبا وليس وزيرا يعني وليس محافظا. ما كانش انا طبعا يعني برضه حته ان هو اختزال الكنيسه. حته اختزال الكنيسه في شخص البابا دي برضه انا مش متفق معاها. انا برضه بشايف ان الكنيسه يجب ان تكون مؤسسه، وان المؤسسه دي يعني تبتدي تتعامل مع المشاكل بتاعتنا في المجتمع. عادل انا فهمت وجهه نظرك، وانا اريد ان اتوقف عند قضيه اختزال الكنيسه في شخص البابا، ايا كان البابا القائم على رعايه الكنيسه. عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة ينضم إلينا الكاتب المصري جمال أسعد عبد الملاك. أستاذ جمال أهلا وسهلا، وهل بالفعل في عهد البابا شنودة كانت الكنيسة مختزلة أو مختصرة في شخص البابا شنودة، بالتالي المرحلة القادمة ينبغي أن تختلف؟ أهلا وسهلا، ولكن القضية التي أريد أن أتحدث فيها هي مجمل القضايا التي يساهم فيها الأخوة الأعزاء المشاركين معنا. بداية هلا بدأنا من هذه النقطة لو سمحت. الأصل في المسيحية وفي قانون الكنيسة وفي تاريخ الكنيسة، الكنيسة لا تعمل بالسياسة من قريب أو من بعيد، فأعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ولكن هناك ظروف سياسية استثنائية بدأت مع السادات وعند صدامه مع البابا شنودة، فرضت ظروفا سياسية استثنائية ولا نقاش إذا اتفقنا أو اختلفنا مع البابا شنودة الثالث، ولكنه كان أيضا شخصية استثنائية في تاريخ الكنيسة. فتواكب الظرف السياسي الاستثنائي مع شخصية بابا استثنائية، ألقي على الكنيسة دورا سياسيا من خلال المشاكل والأحداث الطائفية التي يعيشها الأقباط، فلجأوا إلى الكنيسة كأم لهم عندما تنصرت الدولة من مسؤوليتها عن الأقباط وتنصلت عن حل مشاكل الأقباط، متصورة أن الكنيسة تقوم بهذا الدور. ولكن أستاذ هنا جمال، قامت الكنيسة بدورا سياسيا، يعني اختيار البابا شنودة أن يدخل الحياة السياسية كان حتى قبل أن تظهر هذه الفجوات. إذا يعني من وجهة نظري كثيرين من الأقباط الذين أتحدث إليهم، هو اختار أن يكون دور الكنيسة دور شمولي منذ بداية توليه الكناس، يعني الكنيسة أو الكرازة المرقصية، منذ بداية أيامه تولي هذا المنصب. أنا أريد أن أذكر أنني كان لي كتاب عام 1992 يقول من الذي يمثل الأقباط، الدولة أم الباب؟ وكنت في هذا الكتاب منذ أكثر من 20 عاما أرفض أن يمثل البابا الأقباط سياسيا وأن تمثل الكنيسة الأقباط سياسيا، لأن الكنيسة ليست مؤهلة لهذا التمثيل ولا قادرة عليه ولا مطلوب منها هذا. كما أن الكنيسة عندما تمثل الأقباط سياسيا معنى هذا أنها تقزم الأقباط كمواطنون، تسقط حق المواطنة. المواطن له مشاكل، الأستاذ اللي بيتكلم عن مشاكل الأقباط وعدم وجود أقباط في الوظائف وفي المجلس الشعبي إلى آخر هذا الكلام، نعم هذه حقيقة، هناك مشاكل أكثر من ذلك، ولكن لا الكنيسة قادرة أن تأتي بهذه الحلول لهذه المشاكل. والدليل أنه من 40 عاما عندما تبوأ البابا شنودة الكرسي، نعم، ماذا هل تم حل مشاكل الأقباط حلا جذريا أم حلا مؤقتا وتأجيل لهذه المشاكل؟ أنت جمال، هل تم حلها حل جذري؟ أنا أرى، نعم، أنا أرى 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 حسب قانون الكنيسة وتاريخها وحسب يعني الخبرة السياسية والحق السياسي أن تكون الكنيسة قائمة بدورها الروحي والديني والكنسي تماما، والدور الوطني، وهنا أريد أن أفرق بين دور الكنيسة الوطني ودورها السياسي. نعم. هناك فرق بين الدور الوطني والدور السياسي. نعم. ولكن أكمل لو سمحت. إنما الدور السياسي ده هو ملك للمواطن المصري المسيحي.
بدون تحديد هوية دينية فله وحقوق وعليه واجبات، من حق أن يطالب بحقوقه كمواطن مصري حتى تكون المشاكل القبطية جزء من المشاكل المصرية تحل في إطار الدولة وعن طريق كل المصريين وليس على أرضية قبط ومسيح. دعنا نستمع إلى بعض الأصوات التي قد ترد أو تفتح لنا بابا أرحب للحوار في هذه القضية. مايكل من شبرا من القاهرة. مايكل أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني هل توافق على ما قيل حتى الآن أنه من المفترض أن دور الكنيسة هو الدور المتعارف عليه، الدور الرعوي والدور الخدمي، ولكن بسبب ظروف معينة تعرض لها الأقباط في مصر اضطرت الكنيسة إلى تدخل سياسيا وتمثيلهم سياسيا لحمايتهم، أن تكون هي المتحدث باسمهم لتحل مشاكله؟ الحقيقة مش سؤال كويس. أنت ترى أن الكنيسة المصرية اضطرت إلى التدخل لحماية الأقباط في ظل ظروف معينة لكن دورها كان دورا رعويا وخدميا بالدرجة الأولى؟ مايكل؟ يعني هو أنا شايف الحقيقة أنه أنا عندي بس نقطة أنه أنا أحب أفصل بين الدين والسياسة، وأحب أفصل أنه الكنيسة مش ما يكونش ليها دور سياسي لكن يكون ليها لازم تكون بتشارك في الحياة السياسية خصوصا في الوقت الحرج اللي بتمر به مصر دلوقتي، لكن أنا أرفض خلط الدين بالسياسة وأرفض أن نستخدم الدين لكي نفوز بمقاعد أو نفوز بكراسي أو نصل إلى نفوذ في مكان معين، أنا أرفض هذا تماما. على من ينطبق هذا مايكل؟ أنا أؤيد أن تكون الكنيسة دور سياسي خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد، وأؤيد كثيرا أن تكون لكل شخص مسيحي أن يكون له دور مهم ودور فعال في مصر في هذا الوقت. مايكل لست أدري إن كنت تسمعني جيدا ولكن كنت أسألك، يعني هناك جانب من التناقض أعتقد، أنت تريد أن يفصل الدين عن الدولة ولكن مايكل تسمعني؟ مايكل؟ هناك مشكلة أعتقد في الصوت مع مايكل. على أي حال بهذه النقطة التي أثارها مايكل سعود إلى ضيفي ربما نتمكن من الاتصال بمايكل مجددا. أستاذ جمال، يعني مايكل يرى أنه ينبغي فصل الدين عن الدولة لكنه يؤيد دور للكنيسة في الحياة السياسية في ظل الظروف الراهنة. من المواقف التي اتخذها البابا شنودة كانت يعني الخلاف الحاد بينه وبين الرئيس السابق المصري أنور السادات، والتي انتهت بأن عزله السادات عن منصبه أو هكذا أعلن أنه إلغاء قرار رئيس الجمهورية، وكان ذلك عام 71، هو عزله سنة 81. هل تعتقد أن الخلاف بين أي بابا سيكون على رأس الكنيسة القبطية سيتجدد، لا سيما أنه ليس هناك رئيس لهذه الدولة لمصر الآن حتى الآن طبعا؟ أولا لابد أن نعرف أن البابا شنودة الثالث جاء إلى مقائل البطريركية وهو ذات ميول سياسية وفدية، هو ذات خلفية سياسية، يعني لم يكن راهبا دينيا فقط ولكنه كان ذات خلفية سياسية، وكان لديه تطلعات زعمية حتى عندما كان أسقفا للتعليم وحدث خلاف بينه وبين الأنبا كرولوس السادس. كل هذه التكوينات الشخصية جعلت البابا شنودة عندما يتبوى الكرسي فحدث تصادم بين شخصيتان متصادمتان، البابا والسادات، كل منهم يريد أن يكون زعيما، الأول زعيما على مصر جميعها والثاني يكون زعيما على الأقباط. هنا التداخل وهنا المشكلة، وهذا لا يلغي أن المشاكل التي اجتاحت الأقباط جعلتهم يهرعون للكنيسة، لأنهم أصلا طوال تاريخهم هم أصلا مهاجرون للكنيسة. بس أريد هنا أن أفصل بين المشاركة التي يتكلم عنها الأخ وبين المشاركة وبين الدور الوطني. الآن مطلوب من الكنيسة أن تقوم بدور وطني، الدور الوطني ده دور تاريخي تقوم به الكنيسة منذ إنشائها، ولكن الدور السياسي أن تكون مع الحزب سين ضد الحزب صاد، أو تكون مع سين ضد صاد، أو تأمر الأقباط بأن ينتخبوا هذا ولا ينتخبوا ذاك، هذه تدخلات سياسية لا يجب ولا تكون قائمة بها الكنيسة، لأن هذا يقلل من قدر المواطن، لأن المواطن المصري مسلم أو مسيحي له حقوق دستورية وقانونية في أن يختار ما يريد دون وصاية. أستاذ جمال دعنا نستمع هذه المرة إلى أنور. حضرتك الأيام اللي جاية البابا الجاي هيكون دوره إيه؟ أولاً النظام القديم خوفنا من المسلمين ومن السلفيين ومن
ناس ارهابيين بيفجروا كنائس وهم اللي كانوا بيعملوا الكلام ده. انا ليا اصحاب سلفيين وليا اصحاب اخوان، وانا رحت مرسى مطروح وباركت للسلفيين وقلت لهم انا راجل مسيحي اقول لكم مبروك، ورحت للاخوان هنا في مصر قلت لهم مبروك اللي انت اشتغلتوا ضده معانا. هم ما بيعملوش معانا حاجه غلط، حتى اذا عملوا غلط نقدر نتفاهم معاهم ونتكلم معاهم. هيكون في دستور جديد، هيكون في رئيس جديد، الدستور الجديد هيحدد بناء الكنائس، يشوفوا اللي هو البناء الموحد للكنائس، هيكون في غير يعني انور انت لا يخيفك يعني انت لا يخيفك يعني ان يكون القائمون مثلا على كتابه الدستور معظمهم من احزاب ذات مرجعيات او ذات فكر اسلامي، انت لا تخشى ذلك؟ في حاجه يا استاذ رشا انا بحذر منها الناس كلها، وانا على يقين من هذا الكلام بحكم المتابعه. اولا في مثالين قدام الناس دي علشان هم يحطوا في دماغهم هذا الكلام. مثل شمال العراق اللي هم الاكراد خدوا حكم ذاتي ايام صدام وما فيش رئيس زي عربي كان يحكم بطريقه صدام، ومع ذلك ارغموه يديهم حكم ذاتي. كمان النقطه الثانيه اللي جنوب الشمال كانت الدولة السودان بقى الجنوب منفصل عن الشمال الى اين يقودنا هذا انور؟ ما الذي تحاول ان تقوله؟ انت لا تريد مصر ان تصل لذلك، تفضل. عايزين الناس تخاف على البلد، عايزين الناس يبقى فيها ولاء للتراب والارض اللي هم عايشين عليها بدون مشاكل. اما تقول لي طبق الشريعه وارغام واعمل دي وسوي دي وما تدينيش كنيسه والكلام ده، احنا عايزين نبطل اللغنه دي. اللغنه دي ايام الحزب الوطني الفاشل هو اللي زرع الكلام ده فينا، و23 يوليو هي السبب في كل التراجيديا والمآسي اللي احنا فيها دي. انور قبل ان اعود الى استاذ جمال معذره، بس دعني اتحول الى فؤاد كي استكمل وجهه النظر هذه. مساله دور الكنيسه، الى اي مدى يمكن الكنيسه ان تتدخل في الحياه السياسيه، متى ولماذا؟ فؤاد حمدي من السعوديه. فؤاد اهلا وسهلا. من المفترض ان هناك كيانات سياسيه مسيحيه او على خلفيات قبطيه بدات تفرض نفسها على الساحه، يعني لانها لم ترى في الكنيسه الدور الذي ارادت ان تلعبه في ثوره 25 من يناير مثلا، الائتلاف القبطي، حركه شباب ماسبيرو، اتحاد الاقباط وغيره. هل توافق انت على وجود كيانات اخرى تمثل الاقباط في مصر غير الكنيسه؟ اولا مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك انا يعني اولا بنعزي طبعا اخواننا المسيحيين، احنا طبعا نسيج واحد. يعني البابا شنودة كان حكيم بمعنى الكلمه، حكيم. وانا بنطالب يعني حتى لما يجي بعد كده يختاروا البابا الجاي، يبقى يعني مثلا لو البابا شنودة نسبه الحكمه بتاعته 70% فلازم يبقى البابا الجاي 99% نسبه الحكمه بتاعته. لماذا تعتقد ان ينبغي على البابا القادم للكنيسه في مصر ان يكون حتى اكثر حكمه من البابا شنودة وانت تراه رجلا حكيما؟ الفتره ديت فتره بالنسبه للمسيحيين فتره عصيبه بالنسبه لهم، لان في تيارات اسلاميه بالذات السلفيين دولت انا من وجهه نظر يعني المتواضع انهم مسيرين وليسوا مخيرين، عاوزين يطبقوا فكر، الفكر ده جاي من بره، عاوزين يطبقوه تماما على الدوله المصريه، وما ينفعش طبعا الكلام بتاعهم. وانت ترى في ذلك يعني تهديدا للاقباط للمسيحيين؟ وده تهديد جامد للاقباط. لذلك انا يعني بنتمنى ان البابا اللي يجي يكون اكثر حكمه من بابا شنودة، يمتص يمتص التيارات الاسلاميه المتشدده اللي هي موجوده على الساحه حاليا. نعم. ولازم يبقى في مشاركه سياسيه، لازم يبقى في مشاركه سياسيه من الكنيسه، لان الكنيسه تعتبر راس المسيحيين في مصر. بس فؤاد، كيف انت تقف الى جانب ان يكون للكنيسه دور في الحياه السياسيه وتستنكر ذلك على توجهات دينيه برضه، دينيه سياسيه اخرى مثل السلفيين كما ذكرت؟ كيف؟ لا انا بنتكلم على المسيحيين، لان المسيحيين اصلا اقليه في مصر، لكن مصر عموما الاكثريه مسلمين، فالمسيحيين ما فيش ممثل يعني ما فيش واحد ممثل لهم، فلازم يبقى الكنيسه لازم تمثلهم في الدائره السياسيه لازم. نعم. ما فيش حاجه اسمها بالنسبه للمسيحيين لازم ما فيش تفقد السياسه عن الدين، لازم يبقى لهم ممثل، والممثل اللي هو ممكن يثقوا فيه اللي هو البابا بتاعهم. نعم. فؤاد أنت تختلف ربما مع أنور في هذه النقطة، وهذا ما سأعود به لضيفي الكاتب المصري أستاذ جمال أسعد. أستاذ جمال عبد الملاك، يعني مسألة دور الكنيسة كما ذكرت وأنت قلت أن الأساس كان هو الدور المنوط بالكنيسة هو رعاية رعاياها وخدمتهم، ولكن هي اضطرت إلى التدخل.
هل تعتقد أن الرجل القادم في رئاسة الكنيسة ينبغي أن يعود من الحياة السياسية وأن يترك المجال للمسيحيين الشباب أو للأقباط الشباب أو للأحزاب والائتلافات التي ذكرناها التي قدمت نفسها على أنها بديل لدور الكنيسة الرسمي في حياة الأقباط في مصر؟ أولا لابد أن تعود الكنيسة إلى تبوء موقعها الروحي والخدمة الدينية، وهي الأساس في الخدمة بالنسبة للكنيسة لاتجاه الأقباط. كما أن على الأقباط أن يخرجوا خارج الكنيسة، وأنا ضد الائتلافات باسم الأقباط أو التحالفات باسم الأقباط أو التجمعات باسم الأقباط، لأننا بذلك نقلنا الأرضية الطائفية من داخل الكنيسة إلى خارج الكنيسة. ولكن أتمنى من الشباب ومن جميع الأقباط الذين شاركوا في الثورة وخرجوا خارج أسوار الكنيسة أن يلتحموا بالعمل السياسي والمشاركة السياسية من خلال جميع الأحزاب، وكل ينضم حسب مفهومه السياسي والحزب والأيديولوجي، حتى يكون الأقباط مشاركون كمواطنون وليسوا كمسيحيون. نعم. إنما فكرة أن يكون هناك تكتل مسيحي سواء السياسة في الكنيسة أو تكتل باسم الأقباط أو حزب باسم الأقباط أو ما يسمى جماعة إخوان المسيحيون التي يدعونها، كل هذه الأشياء بتعني أن هناك مطالب ومطالبة بحل حقوق على أرضية طائفية، مما يجعل هناك فرز بين الأغلبية وبين الأقلية. مشاكل الأقباط لن تحل بمفردها دون مشاكل المصريون جميعا. مشاكل الأقباط لو كان الأقباط قادرون على حل هذه المشاكل ما كانت هناك مشكلة، ولكن المشكلة أن المشاكل دي لابد أن تحل من خلال الجميع. فكيف أشارك الآخر الأغلبية العددية المسلمة في حل مشاكلي وأنا أصلا بعمل فرز طائفي بين المسلمين وبين المسيحيين؟ الكنيسة في دورها الديني والوطني وهو غير الدور السياسي. المواطنون المسيحيون يخرجون خارج الكنيسة في ضوء أدوا دورهم السياسي بقانونا ودستورا. طيب. يطالبوا بحقوقهم. نعم. يمارسوا دورهم السياسي كمواطنون وليس كمسيحيون. الكاتب المصري أستاذ جمال أسعد عبد الملاك، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا اليوم. شكرا. وبهذه النقطة أو بهذا المحور سأذهب إلى زميلي محمود القصاص الذي بدوره يتابع حوارنا الإلكتروني اليوم. محمود، بداية، ما هي أبرز التحديات التي تواجه الكنيسة المصرية الآن من وجهة نظر المشاركين على مواقعنا وعلى صفحاتنا؟ رشا، أكثر المشاركين في الحوار تحدثوا عن التحديات السياسية التي تواجه الكنيسة القبطية في الوقت الراهن، وبشكل خاص في ظل صعود الأحزاب الإسلامية في انتخابات البرلمانية الأخيرة وعملية صياغة دستور جديد لمصر. وبالتالي يرى كثيرون أن دور البابا الجديد في صياغة علاقة الكنيسة بالدولة في الوقت الراهن سيكون بالغ الأهمية. دوره أيضا في منع استغلال أي مشكلات للأقباط من جانب قوى خارجية هو أيضا أمر بالغ الأهمية لاستقرار مصر. ممن تناولوا هذا الجانب على صفحتنا على الفيسبوك كتب نزار منصور، يقول: هل يستمر البابا القادم على نفس النهج الذي اتخذه البابا شنودة من خلال حل كل المشكلات التي تواجه الأقباط داخليا دون الرضوخ للضغوط الخارجية، أم أن البابا القادم سيرضخ للضغوط الخارجية واستخدامها في الضغط على الحكومة المصرية باستخدام ورقة الأقباط؟ راجع العالمي كتبت على نفس الصفحة، تقول: التحديات التي سوف تواجه الكنيسة هي وقوفها مع ثورة 25 يناير وتأييدها وعدم ترك الفرصة لزراع الفتنة للتفرقة بين الشعب المصري من الأقباط والمسلمين. نعم محمود، دعنا نتحول إلى الشق السياسي من هذه القضية، علاقة الكنيسة القبطية بالحكومة المصرية على مدى أكثر من 41 عاما التي تولى فيها البابا شنودة رئاسة هذه الكنيسة. نعم رشا، هنا لفت نظري وجهات نظر مختلفة حول الدور السياسي للكنيسة بقيادة البابا شنودة منذ عام 71 عندما تولى قيادة الكنيسة. هناك من المشاركين الأقباط من انتقد ما اعتبره مساندة البابا شنودة لنظام مبارك ومشروع التوريث، ورأى أن هذا جاء على حساب حقوق الأقباط. هناك تيار آخر من الليبراليين سواء مسلمين أو مسيحيين يرى أن البابا شنودة تدخل بالعمل السياسي أكثر من اللازم، وأن دور الكنيسة يجب أن يكون أساسا القيادة الدينية الروحية لا السياسية. من هؤلاء ناجي العباسي الذي كتب على موقعنا، يقول: يرحم الله كل الشهداء ويرحم بابا شنودة، أتمنى من مجتمعنا العربي في أقرب وقت عدم السماح لرجال الدين بتمثيلهم سياسيا سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين. يجب أن تتضافر كل الجهود لفصل الدين عن الدولة، لأن هذا هو بداية التقدم والرقي بالمجتمع. نعم محمود، الجانب الذي سأتناوله في هذه الحلقة أيضا هو الجانب الاجتماعي، الجوانب الدينية التي من المفترض أنها تؤثر على حياة أتباع الكنيسة القبطية في مصر. ما هي أهم النقاط التي تناولها المشاركون في الحوار بهذا الشأن؟ نعم رشا، هناك مشكلات قائمة منذ فترة، مثل عدم اعتراف الكنيسة بطلاق أتباعها إلا في حالات معينة، وبالتالي عدم اعترافها بالزواج الثاني،
وهي مشكلة هامة بالنسبة لآلاف المسيحيين. هناك أيضا مطالبات مستمرة منذ فترة طويلة بإصدار قانون موحد لدور العبادة لتسهيل بناء الكنائس، خاصة مع النمو المستمر في أعداد السكان. هناك أيضا مخاوف من محاولات تيار من أقباط المهجر للانفصال على الكنيسة المصرية، وكانت شخصية البابا شنودة الشخصية التي تجمع المصريين الأقباط جميعا في المهجر أو في داخل مصر حولها. أمام كل هذه التحديات يجب أن يسير البابا الجديد بخطوات محسوبة بمطالب الأقباط ومصالح الدولة. وأورد هنا مشاركة جميلة لخصت هذا الأمر من مجيد سعيد. يقول مجيد: كان البابا يحمل مرارة الأقباط على كتفيه، يشكون إليه، يطالبونه بأن يكون أكثر صرامة وحزما، يتهمونه كثيرا بمولاءة الدولة وأهل الحكم، ولكنه كان حكيما، عاقلا، هادئا، متأنيا. كانت له عينين، عين على الأقباط وعين على الوطن. أخيرا منال سالم تقول: الأمر ببساطة يتوقف على شخصية البابا الجديد، فإذا كانت لديه الحكمة والقدرة على الحوار مع الآخر فسوف يتمكن من الحفاظ على الوحدة الوطنية لدى المصريين مع نيل الأقباط لكافة حقوقهم. وتوقف الأمر أيضا على من سيأتي لحكم مصر ومدى تسامحه وحرصه على الوحدة الوطنية. نعم، لم يبقى لنا إلا سؤال الاستفتاء محمود، هل ذكرتنا به لو سمحت؟ نعم، السؤال الذي طرحناه للاستفتاء هو: هل تتغير مواقف الكنيسة السياسية والاجتماعية بعد رحيل بابا شنودة؟ الإجابة سنقدمها للمشاهدين والمستمعين في نهاية البرنامج. إليك رشا. شكرا جزيلا لك محمود. الإجابة كما استمعتم من محمود نراها في نهاية هذه الحلقة في برنامج نقطة حوار، لكنني أريد أن أستمع إلى المزيد من أرائكم حول شق آخر لدور الكنيسة في مصر، وهو الرعاية، رعاية الأقباط المسيحيين في مصر. وسأعود إلى مشاركاتكم الهاتفية. مايكل وبخيت ومحمود ومجدي معي على الهواء الآن. مايكل أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. هل القضية الأهم من وجهة نظرك هي أن ينال الأقباط حقوقهم مثلا في مصر، وألا يؤثر دور الكنيسة على حياتهم الاجتماعية، وإذا أثر يؤثر بالإيجاب، أم الدور السياسي للكنيسة الذي اشتهر به البابا شنودة؟ الحقيقة أنا أحتاج الفترة الجاية من الكنيسة هي تنفصل عن السياسة، لأن من جهة دور الكنيسة، الكنيسة لما أسست كان ليها دور روحي واضح للإنسان، لكن إقحام النظام اللي فات لزور العبادة سواء الكنيسة أو الأزهر للسياسة ضعف موقف الكنيسة وضعف حقوق الأقباط الحقيقة في مصر. طيب، ما هي أهم القضايا الاجتماعية مايكل التي يعني أنت رأيت أن الكنيسة كان لها دور فيها، سواء دور إيجابي أو سلبي؟ اطرح لنا مثلا قضية أو اثنتين، ولماذا أنت تعتقد أن دور الكنيسة فيها لم يكن فاعلا أو كان فاعلا؟ الحقيقة القضايا كثير، من حوادث كثيرة حصلت في مصر كان فيها تفرقة عنصرية وطائفية من أيام البوش وأحداث ناجي حمادي والأحداث الجديدة، الصيح، حريق كنيسة الكتابة، وكان الوضع المفروض إن سيادة القانون اللي ما يبقى موجودة في البلد، لكن دور الكنيسة أضعف سيادة القانون، جلسات الصلح والتعارف اللي كانت بتتم أضعف حقوق الأقباط. أنا أتمنى إن الكنيسة يكون صوتها هو سيادة القانون على كل مواطن، ما فيش فرق بين مسيحي ومسلم، القانون لا يفرق اي انسان داخل الوطن. ده اللي اتمناه من صوت الكنيسه، ان الكنيسه تعلي صوتها ان احنا عايزين قانون يسود على مسيحي ومسلم في البلد. طيب، على ذكر القوانين مايكل، دعني استمع من اسيوط الى مجدي. مجدي اهلا وسهلا. مجدي عبد الحافظ، مجدي انت يعني ترى ان البابا شنوده رسم دربا للمحبه، ولكن ما يقوله مايكل هو انه يريد صوت اعلى للكنيسه لحمايه الاقباط. البابا شنودة اصطدم بالقضاء المصري في قضية الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين مثلا، كيف ترى هذه القضية؟ نعم، بداية هذا مقام أعزاء وأولي مصر المحروسة لابنها البار الراحل خلفة البابا شنودة. أما بالنسبة للطرح الثاني من دور الكنيسة السياسي، فبطبيعة الحال إذا همشت الدولة بمؤسساتها الدور القبطي فيتوجه الجمع المسيحي للكنيسة للشكوى والحصول على الحل أو الطمأنة الروحانية تحاشي للانفجار. وكان البابا شنودة له دور بارز في حدود الإمكانيات والمتاح من الدولة والنظام السابق، وعلى ما أظن أن الدستور الجديد سيتحدث عن أو ينص أو يبين حقوق المواطنة الكاملة. هل أنت واثق من هذا مجدي، على اعتبار أن هناك البعض من يرى أن من سيكتب هذا الدستور ربما لن يراعي حقوق بعض الأقليات في مصر ومن بينهم على رأسهم الأقباط؟ سيدتي، السوابق هي التي تبين المستقبل. طيب، فالسوابق منذ البرلمان
لم يؤجج الأعضاء أي مشاكل طائفية، بل أنهم ساعدوا على الحل وبدأوا بمشاكل مشكلة السياحة وبدأوا بمشاكل البنوك، مشكلة السياحة والبنوك والقضايا الاجتماعية. مجدي لو سمحت ابقى معي، سنعود لمزيد من النقاش معك ومع مايكل أيضا، لكنني سأرحب بداية بضيفي مع عبر الأقمار الصناعية من القاهرة القاضي المصري سيد أمير رمزي. أستاذ أمير أهلا وسهلا. وقضية التدخل الكنيسة، يعني الكنيسة، تدخل الكنيسة أو دورها السياسي في مصر، هل تعتقد أن الكنيسة منحت المواطن القبطي حقه كمواطن كامل، أم أنها بالفعل يعني فعلت ما أريد بس أن يعني أنقل لك ما سمعته لفظا، وهو خندقة الأقباط داخل أسوار الكنيسة، إما الكنيسة وإما لا مواطن؟ هو الكلام ده حصل فعلا، يعني كان موجود، بس أنا بعتبر أن السبب الرئيسي لهذا الأمر هو سياسة النظام السابق وسياسة النظام برضو اللي كان قبله. يعني إحنا شفنا فعلا أن من خلال السياسة اللي كانت بتطبق وتستخدم مع الكنيسة، كان بينتج عن كده بأن بيدفع بالكنيسة بأن هي اللي تختار، وهي اللي بتمثل الأقباط سياسيا، وهي اللي تمثل الأقباط في كل المناسبات وكل الكلام ده. فطبعا لما تلاقي سياسة النظام كده بيقودها رئيس جمهورية، فالكنيسة عمرها ما هتعتذر عن حاجة زي كده، وطبعا بيضغط على الكنيسه انها لكن يعني استاذ امير انت قاضي صح، ويعني حينما تحكم وتصدر حكما قضائيا وتقف ضده اي مؤسسه في الدوله، سترى ان القضاء فوق الجميع. الكنيسه وقفت امام القضاء في قضيه اعاده يعني الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين، صح؟ كيف رايت انت هذه القضيه؟ كيف رايت دور الكنيسه فيها؟ شوفي، انا ارى ان عندنا مشكله كبيره جدا في الاحوال الشخصيه لغير المسلمين بالنسبه لاجراءات المحاكمه، وديت احنا عندنا هذه المشكله يجب حلها. فاحنا كل اقدر اقوله ان انا ما دخلتش في تفاصيل هذه القضيه، لكن الكنيسه كان يجب ان هي كانت تهتم بهذا الامر اكثر من ذلك. واحنا ما زلنا لغايه دلوقتي عندنا مشاكل عديده جدا، يمكن هذه القضيه اللي ظهرت أمام الناس بس كده. بس هل استوضحت منك ما الذي تعنيه أنه كان ينبغي الكنيسة أن تولي يعني اهتماما أكبر بهذه القضية؟ كيف يعني؟ إحنا عندنا مشكلة في إجراءات المحاكمة بالنسبة للأحوال الشخصية. لأن إجراءات المحاكمة اللي بتتبع في الكنيسة، إحنا ما عندناش مشكلة في القانون المطبق، لكن عندنا المشكلة الحقيقية في إجراءات المحاكمة داخل الكنيسة. إجراءات المحاكمة داخل الكنيسة بتؤدي إلى ظلم شديد، إلى بطء شديد، يعني وفيها طبعا انا يعني ارى ان فيها بعض المحسوبيات ايضا، وديت بصراحه قداسه البابا ما كانش ليه ذنب فيها، لكن الهيئه اللي بتطبق هذا الموضوع هي اللي كان عندها هذه المشكله. وانا ارى يعني اتمنى ان من ضمن القضايا الرئيسيه اللي هيهتم بيها جدا ان شاء الله يعني البطريرك القادم، هذه هي هتكون القضية الأولى بالنسبة لنا إن شاء الله. أستاذ أمير لو سمحت، دعنا نستمع إلى وجهات النظر التي بدأت معنا هذا الجانب من الحوار، مايكل ومجدي. مايكل، يعني كيف تعلق على ما قاله القاضي أمير رمزي؟ طبعا احنا عندنا قضايا كبيرة، أحوال مدنية مشاكلها صعبة جدا، واحنا مش قادرين لغاية دلوقتي ناخد قرار فيها. أنا مش قادر أتكلم في حاجة زي دي لأن هي مشكلة عقيدة. لا، أنا سؤالي هو برأيك لماذا لجأ بعض الأقباط الذين أرادوا أن يحصلوا على حكم قضائي مثلا إلى الخروج عن نطاق الكنيسة في الحكم في هذه القضايا، ولجأوا إلى القضاء المصري الذي هو مفروض يعني مفروض أنه مطبق على المصريين جميعا؟ لأن أنا عن نفسي أنا أرى أن الكنيسة ليس لها دور قانوني عليا. الكنيسة هي دورها الأساسي دور روحي، دور تعليمي، دور أدبي. بعض المشاكل الاحوال الزوجيه الكنيسه ما قدرتش تحلها، وكان من الاستحاق ان يتعايش زوجين مع بعض، ولذلك رجعت كل الازواج وحالات الطلاق كلها للمحاكم، لان الكنيسه مش قادره تاخد. مايكل بس استسمحك، انا اردت فقط التعليق منك، شكرا جزيلا. مجدي ايضا تعليق سريع قبل ان اتحول الى متصلين اخرين. مجدي، بالنسبه لحضرتك لخاصيه الاحوال الشخصيه، هي خاصيه من خاصيات الكنيسه حسب ما تنص الماده 2 من الدستور للعاقرين الحكم بشرائعهم. طيب، هذا اذا اختار الشخص. مجدي، هذا اذا اختار الشخص ان يلتجئ الى الكنيسه، ولكن اذا اختار ان يلتجئ الى القضاء، هل يجب على الكنيسه ان تفرض؟ المعول الاساسي في المعتقد هو ان الكنيسه الروحانيه تملك
الوصول الى اسمى القرارات التي ترضي الله. تمام؟ هذا هو المعول يعني. ومن يريد ان يخرج من هذا الاطار فهو يخرج من اطار او يدخل في قناه الله. أستاذ مجدي شكرا جزيلا لك، ومرة أخرى أعود إلى ضيفي القاضي المصري أمير رمزي. أستاذ أمير، أنت رجل قانون وأنت تعرف أن الكنيسة كان لها دور صح في حياة الأقباط طبعا الاجتماعية، ولكن كان لهم دور أيضا في خياراتهم السياسية. يعني قبل أحداث ماسبيرو من العام الفائت كان هناك خطاب رسمي للكنيسة انفصلت عنه بعض التيارات وقالت إنها هي لا ترضى بهذا الخطاب، هي تريد أن تكون جزء من حراك لم ترضى عنه الكنيسة. كيف يعني تقرأ هذا الخلاف بين الكنيسة وبين الكيانات الأخرى التي قالت إننا نمثل أقباط مثل يعني أقباط شباب ماسبيرو أو اتحاد الأقباط أو الائتلاف القبطي أو ما شابه؟ أنا شايف إن هم تصرفوا تصرف جيد، لأن خروجهم عن الكنيسة ده كان أمر هام جدا، كان يعني هم ليهم قضايا هامة جدا وما كانوش قادرين يناقشوها داخل الكنيسة من أجل الضغط اللي كانت واقع عليه الكنيسة من النظام السياسي اللي موجود في الدولة، والاتصال ما بين السلطة والكنيسة بيخليها إنها تشعر بحرج في التعامل في مثل هذه القضايا، وإن طبعا كان في أمور وأحداث كثيرة جدا الكنيسة صمتت نتيجة أن من الخبرة والمدة الطويلة اللي مرت عليها الكنيسة من أحداث طائفية وما حدث أي نتيجة إيجابية، نتج عن كل هذا بأن الكنيسة شافت أنها ما قدامهاش غير الصمت، ما كانش عندها كلام تاني، كان أقصى تعبير كان يقدر يعبر قداسة البابا بأنه كان ينصرف ويذهب إلى الدير ويعتكف هناك. بس لماذا أستاذ أمير؟ يعني البابا شنودة كانت له مواقف يعني ساخنة جدا مثلا في عهد الرئيس السادات، حتى تمت تنحيته من وجهة نظر السادات ثم عاد، وقيل إن مواقفه بعد ذلك اتسمت بقدر من المرونة. يعني لماذا هو لم يتخذ موقفا من وجهة نظرك؟ هل هذا أيضا من الحنكة السياسية أو من الحنكة التي اكتسبها طوال الخبرة؟ هو كان يتعامل بأسلوب نوعا فيه سلام وفيه ذوقيات عالية جدا، وأنا كنت مرة في حديث شخصي بيني وبينه قلت له يا قداسة البابا هذه الذوقيات العالية يعني ليست مناسبة في التعامل مع السلطة لأن هم لا يقدروا هذه الذوقيات، فيجب أن تكون أكثر شدة وأكثر يعني كيف حدة رد عليك؟ وإصرار. كيف رد عليك هو؟ لو تأذن لي أن أسأل يعني. هو ابتسم وصمت ولم يرد. طيب. يعني تقدري تقولي ان هذا الرد يا اما انا قليل الخبره يا اما انا يعني بتكلم بشجاعه غير مناسبه لمثل هذه الظروف. طيب استاذ امير دعنا لكن انا بقول لك يعني الحقيقه. انا فهمت. بخيت من الكويت، بخيت اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ رشا، معلش اسمحيني ان اقدم تعزيه لجميع اقباط مصر. ليه معلش، تفضل تفضل. وليا نقطة ثانية أنا بس بختلف. هي إحنا وضعنا الحالي كأقباط الكل بيقول إنه مشاكل سبب المشاكل عدم تدخل الكنيسة في السياسة. أنا في رأيي إنه الكنيسة لا تتدخل في السياسة كإحنا أقلية مثلا موجودين في مصر، وبعدين يعني الكل بيتكلم بيقول يعني ما ينفعش الكنيسة تتدخل في السياسة. يعني هو محرم على الأقباط إنهم الكنيسة تتدخل في السياسة. طيب. علشان خاطر الأقباط. بس واحدة واحدة. بس واحدة واحدة. تفضل. هل أنت أصلا توافق على أن يكون المؤسسة الدينية لها دور في السياسة بصرف النظر أقباط أو مسلمين الأول وبعدين نتفاهم؟ ماشي أنا معك. إذا كان محرم على مباح للآخر وهو الأغلبية فلماذا محرم على الأقلية وهم الأقباط؟ طيب. أنا ما الذي يجعلني ألجأ للكنيسة؟ ما الذي يجعلك تلجأ للكنيسة بخيت؟ أنت ما الذي يجعلك تلجأ للكنيسة؟ الدولة همشتني في الوظائف. يعني أنا أقول لحضرتك حاجة ومعلش في 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 خطأ أو سوء عن سوء قصد بتقع في البي بي سي، معلش يعني لو تسمحي لي. تعداد الأقباط في مصر 20 مليون شخص ولدي الدليل. لو سألتي وأنتوا في البي بي سي بتذكروا أنه 5% أو 2%. ما أستند إليه أنا هو الإحصاءات الرسمية المعلنة من الدولة والإحصاءات الرسمية التي كانت معلنة من الكنيسة الأرثوذكسية. لا أختي العزيزة رشا، الإحصاءات الرسمية اللي بتقولها الدولة لا أحد يصدقها وبيعتبروها سر من أسرار حربية. تعداد الأقباط، أنا أقول لحضرتك حاجة، الأقباط
تمثيلهم 20% والكنيسه بتقول اخر احصاء. طيب بس هذا بس هذا بخيت ايضا سيضع الاقباط، يعني هذا لن يعني لن يشكل فارقا في ان الاقباط اقليه الى جانب الديانات الاخرى مثلا او الديانه الاخرى التي لها الاغلبيه. ما هي النقطه التي تريد انت ان تثيرها؟ اذا كانت السياسه مسموحه خلطها بالدين للاسلاميين مثلا، فلماذا لا يسمح للاقباط بذلك ايضا؟ نعم يعني مباح للاكثريه ومحرم على الاقليه، يعني اديني حقي انا كاقليه. يعني مثال بسيط انا اقول لحضرتك حاجه، في مجلس الشعب وانا مع يعني اذا اجاز التعبير انا بسميه مجلس كندهار مع احترامي للاخ عضو مجلس الشعب اللي كان بيتكلم من شويه، يعني هو لم يكن معي عضو بمجلس الشعب ولكن هذا قد يسبب مشكله. يعني بخيت تفضل تفضل يعني اعتبريني انا ما طيب انا فهمت وجهه نظرك، تفضل بخيت. نعم انت في مجلس الشعب لديك مشكله، تفضل. لدي مشاكل وليس فهمت. مشكله مع الاسلاميين يعني لما بيتحدث اي شخص غير الاسلاميين دول عباره يعني نظام زي نظام الحزب الوطني الديمقراطي بصوره حزب وطني اسلامي جديد فقط. طيب لا غير. ما الحل هذا اذا هو بخيت ان تتدخل الكنيسه في السياسه المصريه لتحمي حقوق الاقباط؟ هذا هو الحل؟ ليس لدي حل اخر. لا طيب. لو في حل لديك حاولنا يعني مثال بسيط، عندما صاروا الاقباط في 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 في, في كنيسه في جنوب القاهره في جنوب مصر، ماذا تعاملت الدوله معهم؟ طيب. الدوله تعاملت بالدبابات بخيت انا استسمحك بس لانني فهمت وجهه نظرك ان اتحول بها الى استاذ امير للرد. استاذ امير شكرا على استماعك الى هذه المشاركه. وبخيت يرى انه لماذا تحرمون علينا ما تحللون للاخر؟ وليس بالخافي ان الاغلبيه في مجلس الشعب هي اغلبيه من احزاب ذات توجهات او خلفيات او فكر اسلامي. كيف يمكن الرد على المواطن القبطي الذي يريد حقوق مواطنه خارج حدود الكنيسه او حدود الاحزاب القبطيه ذات الخلفيه المسيحيه؟ أنا شايف إن بخيت بيتكلم كويس جدا، لأن هو فعلا يعني حضرتك شايفة إن الإخوان المسلمين هم بيمارسوا السياسة عادي جدا، وإن السلفيين بيمارسوا السياسة عادي جدا. لما يجي إن أي كلام فيما يتعلق بالأقباط أو الكنيسة تبتدي هنا الحساسية، حتى لدرجة إن لو حصلت أي دعاية في الكنيسة لأي مرشح معين يقول لك لا ده هنا خطأ. طب الدعاية في الجوامع على يعني على غرار كده بتتم بصورة طبيعية جدا. ولكن يعني انا يعني انا مع بخيت جدا ومع مايكل برضو في الكلام اللي كان قاله من قبل الاستاذ بخيت. عايز اقول لحضرتك ان مفيش ما يمنع ابدا من ممارسه السياسه، ولكن مش عن طريق الكنيسه. يعني انا مش بقصد ان دور الكنيسه هنا يكون كده. الكنيسه عندها مهام كبيره جدا، خاصه الامور الروحيه والدينيه والاجتماعيه، لكن مفيش ما يمنع ان يكون في تجمعات قبطيه تمارس هذا العمل طالما ان مفيش تطبيق لفكر المواطنه. يعني شوفي حضرتك، طالما ان في فكر مواطنه وان كل المواطنين متساويين، عمرنا ابدا ما هنقول مسيحي ومسلم. لكن لو هذا الفكر غير مطبق معذره اتفضل، والناس شعره بان في تفرقه هنا، فطبعا هتلاقي الاقباط بيتلموا كده على بعض على جنب، والاخوان على بعض على جنب، وهكذا. يعني اذا التمترس يعني او التكتل. طيب ماذا عن اقباط المهجر؟ وهم ايضا لهم صوت، وهم ايضا اعدادهم كبيره، والكنيسه في الاسكندريه ليست كنيسه في مصر وحدها، وانما هناك دول ويعني هي لها شعب خارج حدود مصر اكثر من على ما اعتقد يعني ملايين المواطنين. انا شايف اقباط المهجر دول مصريين طبيعيين جدا زيهم زي مسلمين المهجر، كل بس اللي هو نجمهم عالي بسبب ان هم يعني اشتكوا من كثرة الظلم اللي واقع على اخواتهم الاقباط اللي تعرضوا لبعض الاضطهادات الموجودة في مصر، فهم اعتبروا ان هم صوت ليهم في الخارج، وكانوا بيكلموا دول اخرى من اجل الضغط السياسي على الوضع في مصر. نعم. لاصلاح حال الاقباط في مصر. اذا اقباط لكن انا برفض تماما تخوينهم. انا ارفض تماما يا فندم ان هم يخونوا. طيب. او يتعاملوا ان هم يعني ناس اعداء او كده. يعني انا شايف هم بيعبروا حتى عن رايهم، وهم عايزين الدليل بان الناس ماشيه بطريقه طبيعيه وصحيحه. القاضي المصري استاذ امير رمزي، شكرا جزيلا على انضمامك الينا اليوم. شكرا جزيلا. ودعوني اتحول الى شكرا لك. دعوني اتحول الى مشاركاتكم عبر الرسائل النصيه. من عبد اللطيف البدري من ليبيا: كان للبابا شنوده دور كبير في وحده الشعب المصري. مدثر كاروري من السودان يقول: أتمنى أن يكون البابا الجديد أكثر حكمة وتسامحا، أي تصعيد الأقباط حيكونوا هم الخسرانين بوجود الإسلاميين في السلطة.
شلاح من الكويت يقول الدور السياسي فرض على الكنيسة القبطية، وهو رأي استمعنا إليه أكثر من مرة، ومن المشاركات النصية القصيرة سواء بالرسائل النصية أو على تويتر إلى مشاركاتكم المصورة مرة أخرى. أبو حميدو من الإسكندرية دعونا نرى. أرسل التعزية القلبية لكل جيراننا الإخوة المسيحيين على أرض مصرنا الغالية في رجل السلام والمحبة والعقل والحكمة اللي واجه بيهم كل المشاكل الكنائسية الداخلية والمصرية بكل اقتدار، واطلب منهم يتحدوا ويسيبوا خلافاتهم دلوقتي ليسهلوا مهمة اللي هيحمل راية الكنيسة المصرية ويكمل الرسالة، ونعبر كلنا كمصريين بانتماء كل التحديات اللي بتواجهنا بره وجوه، لأن كل اخوانكم المصريين لينهم وصاهم على سابع لوح من كل الجهات، فالدايرة توسع تحوط أرضنا الغالية، فما تشغلوش بالكم باللي بيحصل، دي شوية زوابع في فنجان مقصودة ومدفوع تمنها، الثورة عرفتنا من هما وهتعدي على خير، لأننا كلنا شاربين من نيلها، مش كده ولا إيه؟ أبو حميد إذن يرى أن النبي وصى على سابع جار، هو مسلم ويقول ذلك، ويقول أيضا أن الفتنة إذا كانت هناك فتنة هي مجرد زوبعة في فنجان. عودة إلى زميلي محمود القصاص لنتعرف على نتيجة الاستفتاء، ولكن محمود بعد أن تذكرنا بالسؤال لو سمحت. نعم رشا، السؤال الذي طرحناه للاستفتاء هو هل تتغير مواقف الكنيسة السياسية والاجتماعية بعد رحيل البابا شنودة؟ نتيجة حتى الآن هي 46% قالوا نعم، 54% قالوا لا، وهذه نتيجة متقاربة تعكس الانقسام تجاه هذا الموضوع وغموض الرؤية إلى حد ما بين المشاركين في الاستفتاء حول إمكانية تغيير مواقف سياسية واجتماعية معينة من قبل الكنيسة بعد رحيل البابا شنودة. إليك رشا. شكرا جزيلا لك محمود. محمود القصاص يتابع ولا يزال حواركم، لأن هذا الجزء من البرنامج سيتواصل بعد قليل بجزء آخر عبر راديو بي بي سي، لكن الحوار متواصل أونلاين. أذكركم بأنه على صفحتنا على فيسبوك، صفحة شارك برأيك على موقعنا bbcarabic.com، يتصدر الصفحة طبعا موضوعنا اليوم التحديات التي تواجه الكنيسة القبطية الجديدة، ولكن هناك حوارات أخرى مطروحة من بينها كيف ترى تعامل المجتمعات العربية مع قضية الاغتصاب، وهو الذي سنتناوله يوم غد في حلقة برنامج نقطة حوار. هذا الحوار عن التحديات التي تواجه الكنيسة في مصر لا يزال متواصلا. أذكركم برقم الهاتف 00442777650211، موقعنا على الانترنت bbcarabic.com ينتظركم، صفحتا نقطة حوار على فيسبوك وتويتر كذلك تنتظركم. لا تذهبوا بعيدا، سأعود إليكم بعد لحظات لنستكمل هذا الحوار في نقطة حوار. إلى اللقاء. لكما متحف لوس أنجلوس للفنون والآثار ودوره في نشر ثقافة كاليفورنيا في العالم، من التصاميم المختلفة إلى الطباعة والتطريز والفن الإسلامي، كل هذه التصاميم والأشكال التي في المعرض مرتبطة بهوية كاليفورنيا. آفا في حلقة خاصة من كاليفورنيا على شاشة بي بي سي. ما هو دور الانترنت في الربيع العربي؟ لما كانش فيسبوك لو واجب اختراعه يعني. فقلت انا اعمل هاشتاج بسيط، فجاه بقى ده الهاشتاج بتاع الثوره. قعدنا نلعب اللعبه ديت لغايه ما اخر سيرفر كان متاح في مصر كمان اتقفل. محمد يو ستيل ذير؟ شخص واحد عم يلعب كل الادوار بذات اللحظه. الربيع العربي. الربيع الالكتروني عن قرب.